بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 25. تقول: ما حكم الإفطار في يوم صيام قضاء عن فطر في رمضان؟ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يجوز لمن صام قضاء من رمضان أن يقطعه وأن يفطر، لأنه إذا عقد النية وصام وجب عليه إتمام هذا اليوم، فلا يجوز له أن يقطعه. قال الفقهاء رحمهم الله: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. نعم. حتى لو كان واجبا كالنذر أو الكفارة؟ كل الصيام الواجب سواء كان قضاء أو نذرا أو كفارة، إذا دخل فيه الإنسان وشرع في صوم اليوم إنه يجب عليه إكماله ولا يجوز له قطعه. نعم. إلا لعذر ضروري. نعم. هل لو قطعه يكون حكمه حكم الإفطار في رمضان بدون عذر؟ لا يكون حكمه كحكم الإفطار في رمضان، ولكن يأثم بهذا. نعم. أيضا تقول: ما حكم التراجع عن نية الصيام النفل أو القضاء قبل طلوع الفجر؟ قبل طلوع الفجر لا مانع أن الإنسان يتراجع، لأنه لم يشرع في الصيام، يجوز له أن يعدل عن صيام هذا اليوم ويصوم في المستقبل. نعم. تقول أيضا: نذرت صيام شهر لله تعالى ولكن لم تحدد أي شهر، فهل يجزئ أن تصوم 30 يوما متفرقة أم لا؟ من نذر صوم شهر وأطلق، قد ذكر الفقهاء أنه يخير بين أمرين: إما أن يصوم شهرا بالهلال حينئذ يلزمه التتابع، نعم، ويجزيه ولو كان هذا الشهر 29 يوما، لأن هذا مسمى الشهر، ويجوز له أن يصوم بالعدد غير متقيد بالشهر الهلالي، وحينئذ يلزمه أن يصوم 30 يوما، لأنه إذا صام بالعدد فلا بد أن يكمل 30 يوما، ويجوز له أن يفرق هذه الأيام، إذا صام بالعدد يجوز أن يصومها متفرقة. نعم. يعني هو مخير بين هذه وتلك؟ مخير بين هذه وتلك، أن يصوم شهرا هلاليا وحينئذ يتقيد بالشهر. نعم. ويجوز له أن يصوم بالعدد وحينئذ يلزمه أن يصوم 30 يوما سواء كانت متفرقة أو متتابعة. لو صام شهرا هلاليا ينتهي ب30 يوم دون زيادة، وقد ينتهي ب29 يوم أو ب29. نعم. أقصد أنه لا يزيد عن 30، أن الأشهر الميلادية قد تصل إلى 31. لا، الشرع لا يتقيد بالميلادي. نعم. إنما يتقيد بالشهر الهلالي سواء ذات الشهر أو بعدده. نعم. يعني 30 أو 29. نعم. سؤالها أيضا الآخر تقول: في حالة خروج الدم من المتوضئ من مكان يصله الوضوء كالوجه أو اليد في حالة سيلانه وفي حالة عدم سيلانه، هل ينقض الوضوء في هاتين الحالتين؟ أو لو كان من مكان لا يصله الوضوء أيضا فهل ينقض؟ نعم. لو كان خروج الدم من مكان لا يصله الوضوء فهل ينقض الوضوء؟ خروج الدم إذا كان من أحد السبيلين فإنه ينقض الوضوء مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا إذا خرج من أحد السبيلين. أما إذا خرج من بقية البدن فإنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كان كثيرا فاحشا، أما الدم اليسير من غير السبيلين هذا لا ينقض الوضوء. نعم. حتى لو كان في أعضاء الوضوء؟ نعم، سواء كان في أعضاء الوضوء أو في غيرها، العبرة بالكثير هو الذي ينقض الوضوء عند بعض العلماء، وأما اليسير فلا ينقض. تقول أيضا: ما الحكم في تناول طعام مستخرج من عظام الخنزير أو لحمه أو شحمه؟ إذا تأكد أن هذا الطعام مستخرج من الخنزير أو فيه شيء من أجزاء الخنزير إنه يحرم. نعم. إذا تأكد هذا، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وهذا مجمع عليه بين الأمة، تحريم الخنزير بالكتاب والسنة والإجماع. الطعام الذي فيه شيء من أجزاء الخنزير أو من دهن الخنزير يحرم إذا تأكد وثبت ذلك. نعم. أيضا سؤالها الآخر تقول: هل من إثم على شخص ما في حالة قطيعته لأخيه في الله لسبب دنيوي؟ لا يجوز الهجر فوق 3 أيام إذا كان لأمر دنيوي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. فالواجب على المسلمين التواصل والمحبة في الله عز وجل، و
وأن لا ينساقوا وراء النزعات والنزغات الشيطانية ويتقاطعوا. قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، خصوصا إذا كان المؤمن ذا قرابة إنه يجب له أيضا حق القرابة والصلة. فإذا كان سوء التفاهم على أمر دنيوي فلا ينبغي أن يسبب التهاجر بينهما، بل يجب على المسلم أن صالح أخاه وأن يزيل التهاجر الذي بينهما، وخيرهما الذي يبدأ بذلك. أما إذا كان الهجر لأمر ديني بأن يكون هذا الإنسان قد ارتكب محرما أو ترك واجبا ونصحه ولم يمتثل، حينئذ يهجره هجرا مستمرا إلى أن يتوب إلى الله عز وجل. أما الهجر من أجل الدنيا هذا لا يجوز، ولا يزيد عن إذا وقع لا يزيد عن 3 أيام. نعم. سؤالها الأخير تقول: هل يجوز للمرأة أن تسافر في عصرنا الحاضر بواسطة الطائرة لوحدها، علما أن شروط أمن الفتنة متوفرة بسبب وجود من يوصلها إلى المطار ويستقبلها في المطار الآخر، علما أن أبعد مسافة تقطعها الطائرة بساعات معدودة، بمعنى أن الطيران متواصلا قد لا يصل إلى يوم أو يومين؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، سواء في طائرة أو على سيارة أو على دابة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها محرم. وهذا عام، هذا نص عام لكل زمان ومكان ولكل الأحوال، فما دامت أنها ستسافر إنه لا بد لها من محرم عملا بالحديث الشريف. وأما قولها إن الطائرة تؤمن فيها الفتنة فهذا ليس بسليم، لأن الطائرة يعتريها ما يعتريها من الأمور التي تعطلها عن سيرها، وقد أنزل في مطار غير المفروض من الخلل. المرأة في حاجة إلى محرم يكون معها يتولى شأنها ويحافظ عليها. وهي في الطائرة أيضا معروف أن الطائرة موزعة على مثلا مقاعد، وقد يجلس إلى جنبها أجنبي عنها غير محرم لها، ولا يتركون لها مكانا تختص به لا يجلس معها غيرها. فالحاصل أنها قد تكون حالة الطائرة أحوج إلى المحرم من غيرها، لما يعتريها من العوارض ولما يحصل فيها من الاختلاط ولما ينشأ من طول المسافة والسفر من الحاجة إلى المحرم. ولا يكفي أن يؤديها محرمها المطار ويستقبلها المحرم الآخر في المطار الآخر، من الذي يؤمن لنا أن هذه الطائرة ستستمر من المطار الذي غادرته إلى المطار الذي تقصده؟ نعم. إذن قول الرسول في الحديث مسيرة يومين، يعني ليس المقصود التقيد بالزمن بل بعلة الحكم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم عام، مسيرة يومين يعني باعتبار المشي الأقدام وسير الأحمال. نعم. سواء قطعه بمدة طويلة أو بمدة يسيرة، لا يقدر بالزمن وإنما يقدر بالمسافة. نعم. قدروا بالمسافة، أما الزمن فيختلف اختلاف وسائل النقل. نعم. قد يقطعه في ساعة وقد يقطعه في أيام أو في شهر أو في أشهر، هذا لا يعلق به حكم طول، يعني طول السير أو مدة السير طولا وقصرا لا يتعلق بها حكم، وإنما يتعلق هذا بالمسافة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع أحمد عبد الحميد الجياش من ليبيا البيضاء، أيضا بعث بعدة أسئلة. سؤاله الأول يقول: ما هي شروط الإمامة، ومن هم الذين لا تجوز الصلاة خلفهم، وهل من صلى خلفهم يعيد صلاته أم لا؟ من أهم شروط الإمامة العدالة، أن يكون عدلا في دينه غير فاسق، ومن شروطها أن يجيد القراءة المشروعة في الصلاة، يجيد قراءة الفاتحة بحيث لا يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. وكذلك من شروط الإمامة أيضا أن يكون يعرف فقه صلاته وما يعرض له وما يحتاج إليه من معرفة أحكام الصلاة وأحكام السهو في الصلاة وغير ذلك. هذه من شروط الإمامة أو من أهمها، أن يكون عدلا في دينه، أن يكون مجيدا للقراءة المطلوبة في الصلاة، أن يكون فقيها في أمور صلاته. والذين لا تجوز الصلاة خلفهم هم الذين لا تتوفر فيهم شروط الإمامة، كإمامة الفاسق وإمامة الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، هؤلاء لا تجوز إمامتهم إلا بمثلهم. نعم. السؤال الثاني، بقية السؤال يقول: هل من صلى خلفهم يعيد صلاته؟ نعم، إذا صلى
من يجيد قراءة الفاتحة خلف الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة فإنه يعيد الصلاة. وكذلك إذا صلى خلف فاسق عند كثير من أهل العلم أيضا يعيد الصلاة، إلا إذا كان هذا الفاسق يترتب على عدم الصلاة خلفه مفسدة، إذا كان يترتب على عدم الصلاة خلفه مفسدة وفتنة فإنه يصلي خلفه. أما إذا لم يكن هناك مفسدة ولا يترتب على ترك الصلاة خلفه فتنة فإنه لا يصلي خلفه. السؤال الثاني يقول: هل ترك المسلم للصلاة يخرجه من الملة؟ ترك المسلم للصلاة متعمدا إذا كان جاحدا لوجوبها فهذا يخرجه من الملة بإجماع المسلمين، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ومنكر لضروري من ضروريات الدين الإسلامي. أما إذا كان يقر بوجوبها وإنما تركها تكاسلا فعلى خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يكفر أيضا لأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. دل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة لا يخلى سبيلهم وليسوا إخواننا في الدين، هذا معناه الكفر. كذلك قال تعالى عن الكفار أنهم يسألون، يسألهم أهل الجنة يوم القيامة: ما سلككم في سقر؟ في جنات يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، إلى آخر الآيات. دل على أن الذي أوجب لهم دخول النار صفات اتصفوا بها في طليعتها وأولها ترك الصلاة: لم نكن من المصلين. نعم. السؤال الثالث يقول: هل تصح صلاة المرأة السافرة الغير متحجبة أمام الرجال الأجانب؟ إذا كان قصده بغير المتحجبة أنها غير ساترة لوجهها فصلاتها صحيحة في حد ذاتها، ولكنها تأثم على كشف وجهها، لأنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب لأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. أيضا يقول: ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية وما حكم مصافحة النساء عموما؟ لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية، لأن في ذلك فتنة للرجل والمرأة. لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة ليست من محارمه، لأن مس الرجل للمرأة ومصافحته لها مما يثير الفتنة ومما يسبب الشر بينهما. وكذلك مصافحة النساء عموما للرجال على هذا المنوال، إذا كنا غير محارم لهم إنهم لا يجوز لهم أن يصافحوهن. نعم. جزاكم الله خيرا.